هذا وطني، وطني هذا. بعد أنا لا ما أجي وهذا ما يجي، لعد من يجي؟ من إذن؟ هذا سؤال بحجم القهر الساكن فيهن، في قلب كل أم عراقية. وكيف يعبرن عن العراق بغير الدمع والكلمات؟ ومن يأتيك يا عراق؟ تجيب النسوة عاشقات الوطن. اليوم احنا هنا جايين على قضية واحدة، احنا نريد وطن، ما نريد لا تعيينات، نريد هاي، نريد وطن. ومن يصير الوطن يصير كل شيء، كل شيء يتلبانا. واحنا ظلين هنا مستمرين بالتظاهرات من 25 اكتوبر لحد الان، احنا مستمرين من يوم الثورة لحد الان، احنا مستمرين وندعم اخواتنا المتظاهرين، احنا امهاتهم واخواتهم. ظلين هنا نعجن ونخبز وننظف ونركب، كل شيء نسوي لهم، ملابس نغسلهم، كل شيء نسوي، والهدف واحد، احنا نريد وطن. ومن الحلة في بابل يأتي الصوت دعما للتظاهر والمتظاهرين، مؤازرة للشد على أيديهم في تغيير وجه البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني. المرأة العراقية البابلية واقفة وقفة رجل في ساحة التظاهر لمؤازرة أخوتها وأولادها في هذه المحنة أو الثورة العراقية. ثورة عراقية يصفنها نساء العراق، مستمرة لا تراجع عنها حتى يعود الحق إلى كل بيت. وسام الشرف والنفس لأخواتنا العراقيات الأصيلات صاحبات الغيرة والمبدأ.